السنوات العجاف التي مرت بالعراقيين ومواسم الموت المجانية على مدى العشرات من السنين تركت لنا ألماً ووجعاً وخلفت مئات الآلاف من الأرامل، من الأيتام، من المشردين، من المحتاجين، من المعوقين، من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكل هذا الذي حصل كان استهتاراً سياسياً لحق الناس تحت شعارات جوفاء: لا طتنا خبز ولا طتنا أمان ولا عشنا، وما زال المشهد مستمراً حتى هذه اللحظة. لذلك من الواجبات المقدسة والكبيرة التي يقوم بها الحكام العظام والمسؤولين الذين يطمحون أن يخلدوا أسمائهم في التاريخ أن يحرروا المجتمع من الفقر والحاجة والجهل والفاقة. لذلك الوزارة المختصة بهذا الجانب أو التي تتعامل مع هذه الشرائح على الحاكم أن يفرد لها ميزانية خاصة بها، وقد يكون ملحق من الميزانية السنوية لهذه الوزارة تفوق ميزانية وزارة الدفاع أو الداخلية أو التسليح، لأن احنا قضينا هاي القضية. العراق في كل عمره مهدد، وفي كل عمره مهدد يخلف ذوي احتياجات خاصة ومعوقين وأرامل وأيتام يلزمون لتفك لايتات يجدون حتى يعيشون. أي حاكم يأتي ليحكم شعب لازم يعرف شلون يحرر الناس من البطالة، من الفقر، من المرض، من العوز، من الجهل، وأن تعوض هذه الشرائح لأنها قدمت تضحيات كبيرة للوطن. لذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي هي في مساس أو تماس مباشر مع هذه الشرائح، اسألوا وزيرها، اسألوا من سبقه، واسألوا من سيأتي بعده. من هذه التريليونات ماذا خصصت لهذه الوزارة وما تم تخصيصه؟ هل يكفي بأن تعطي لفقير أو محتاج أو معوق أو أرملة أو طفل مشرد، أو أن تفتح مشاريع لهذه الشرائح بالقدر الذي يعيد لها كرامتها ويحفظ كرامة الذين ما زالوا صابرين؟ المفروض هذه الوزارة تكون وزارة سيادية، هذه الوزارة يجب أن تفرد لها أموال توصل إلى الوزارة بشكل مباشر، لأننا كلما نسأل يقولون أن التخصيصات ما تكفي، هاي السنة النفط مو زين، ذيك السنة مطرت، هاي السنة حارة، باكر راح تطلع الشمس. ذني كلهن إحنا حفظناهن، لكن لماذا أهملت هذه الشرائح؟ وهل ما قدم لهذه الشرائح كان يكفي لكي يعيشوا أناساً محترمين؟